الاستضعاف، قلة قليلة اللي بيقفوا مع الدين في أوقات الاستضعاف. قال يا ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. اختار أشد لحظة استضعاف وتمنى أن يكون شابا قويا لينصر الدين، مع أن فهم ورقة بن نوفل لسنن الله أن الدين هينتصر. كان ممكن يقول له يا ليتني أكون فيها جذعا حين تنتصر على قومك، حين تفتح لك مكة، لكن هو اختار لحظة إخراج قومه له. ليه؟ لأنه عايز ينصر الدين في الأوقات دي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. طيب، وقال أي إبراهيم وتبعه لوط إني مهاجر. تمهيد إن الصحابة يتربوا على عبادة اسمها عبادة الترك لله، إنك تترك شيء لله، تترك وطنك، تترك بلدك، تترك مالك، تترك شهوتك، تترك شيء حرام أن تتركه لله. قال إني مهاجر إلى ربي. ناخد بالنا أن سيدنا إبراهيم قالش إني مهاجر بس، قال إلى ربي. إن أحيانا إنسان بيترك مكان وبيدعي إنه ترك المكان للدين، ثم تفاجأ إنه انتقل مثلا إلى بلاد الكفر واستقر فيها، وأولاده بيطلعوا في حالة تشوه للفطرة وللدين، وده بيحصل الآن كثيرا من الهجرة إلى بلاد الكفر. تستغرب، طب أنت مش خايف على أولادك؟ طب أنت بتربيهم كويس؟ يعني الإنسان لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليه يبتغي الموت أو القتل في مظنه. ومن خير أيضا الناس، يبقى واحد مجاهد بيبذل بينصر، واحد يتبع مواقع القطر يفر، والتاني انعزل ما قدرش يواجه زي الاولاني، ما قدرش يبقى عنده قدره المواجهه، فممكن ينعزل. لكن خد بالك من التعبير، يفر، خد بالك من الباء دي، باء الاستصحاب، يفر بدينه من الفتن، اي استصحب دينه معه، مش بيفر من الفتن وخلاص ويسيب دينه. لا، اما تيجي تروح مكان، تترك مكان وتذهب الى مكان اخر، نعم الارض لا تقدس احدا منه، لكن المكان اللي هتذهب فيه تكون حريص فيه على الدين. والواحد لما بيشوف، خاصة من الناس اللي سافرت وبتشوف اللي بيحكي التجارب، ازاي هم في العالم الغربي مركزين على الأطفال. يعني البلاد اللي بتفتح، خاصة زي كندا وغيرها، اللي بتفتح أبواب الهجرة، هو عنده نقص في السكان، وعنده نقص في أيدي عاملة، وعنده نقص في المواطن سواء بقى الألماني أو الكندي، فهو بيقدر يخلي ابنك متمسك بيهم أكتر ما يتمسك بيك، ويتمسك بمبادئهم أكتر ما يتمسك بعقيدتك. هو بيعرف يعمل ده، بيعرف يصنع الانتماء. يعني كتير حتى بيقول من الحكومات، احنا اللي جاي لنا عنده 25 سنة أو 30 سنة ده دماغه اتقفلت، احنا مش عايزينه، احنا بنفكر أو بنلعب على أولاده. ده اللي احنا ممكن، لذلك قوانين صارمة ممكن ياخد منك الابن أصلا لو انت تعديت قوانين معينة. فالإنسان محتاج لما يجي يقول إني مهاجر ياخد معاه تكملة الجملة، إلى ربي. هتهاجر إلى إيه؟ فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ممكن واحد يهاجر لدنيا، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وغالب العلماء بيضع الحديث ده في أول كتب العلم، أول كتب التعليم، عشان من الأول تحدد نيتك. العلم ده عشان تحصله هتتعب وتهاجر، وتبعات الالتزام بالعلم ده انك هتتعب وتهاجر. فانت من الاول هجرتك الى ايه؟ الى الله ورسوله، ولا لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه.